معانا على التليفون الأستاذ بهاء حمادة، جد الطفلة هند. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير ليكم جميع المستمعين. أهلا بيك. عايزة أعرف في أي جديد عن هذه الطفلة، عن حفيدتك، في أي حاجة جديدة؟ والله للأسف حتى اللحظة لم يتم أي تدريب للأسف، يعني الحال كما هو عليه. ممكن يعني تديني تفاصيل اكتر على فكره هي كانت في العربيه، كان معاها والدها ووالدتها، وايه اللي حصل؟ لان هما المفروض كانوا طالعين بره غزه. هم انا جبتها نازح رفح، طبعا جزء من العيله حاول نجح في النزوح، والجزء الاخر فضل في غزه. الان اخويا بشار ده اول امس تقريبا الساعه 9 صباحا كان نازح من مكان لمكان، فوجئ بالدبابات امامه، قاموا باطلاق النار عليه مباشره على الفور. تشهد بشار اخويا وزوجته وابنائه الثلاثه، طبت ليان وهند. طبعا بعد احنا محاوله اتصالات عديده، لان الاتصالات عندنا ممكن انت تتصل في الشخص 100 مره لما يجاوب مره معاك. ردت علينا ليان وكانت بتبكي، وانتوا فين يا عمي؟ قالت لي احنا ضرب علينا رصاص من دبابه، استشهد ابويا وامي واخواتي الثلاثه على الفور، وانا مصابه وبنزل. فانا قلت لها دلوقتي انا هبعت لك الاسعاف، مش هيطول عليكي، خليكي في العربيه ما تتحركيش. طبعا قمنا بالاتصال بالهلال الاحمر الفلسطيني، طبعا عشان المنطقه فيها الدبابات، جيش الدفاع الاسرائيلي، جيش الاحتلال الاسرائيلي، حاولوا يكلموا البنت ويهدوها. كلموها اول مره وثاني مره، ثالث مره اثناء الحديث مع الطفله ليان تم اطلاق الرصاص عليها مباشره، عده طلقات، زخات من الطلقات، مما يعني نتج عن استشهادها على الفور كما استمعت ما استمع العالم على الهواء مباشره. تم استهدافها وقتلها. بعد ذلك حاولنا نتصل لغايه انه ردت علينا الطفله هند تتجاوز 6 سنوات، وكما استمعت مرعوبه خايفه، طفله يعني قاعده بين الجثث. حاولوا ان نهدئ من روحها، خلينا انها تكلمها، الهلال الاحمر كلمها، اداها الارشادات الاوليه. تم الاتصال معها لغايه الساعه 5 الخامسه مساء امس، اول امس، لغايه ما حصلوا على تنسيق من جيش الاحتلال الاسرائيلي. توجنا سياره الاسعاف الى المكان، وصلوا تقريبا الساعه 6 مساء من اول امس. واثناء ذهاب سياره الاسعاف الى المكان كان في معاهم اتصال، لكن كان في تشويش من الاسرائيليين، من جيش الدفاع الاسرائيلي على الاتصالات اللي بتدريها. ف يعني احنا اللي بنستنى انه الاسعاف تقريبا وصل هناك، انه الطفله قالت انا شفت الاسعاف. الان بعد كده البطاريه، كان شحن البطاريه بتاع اللي بنتواصل مع الطفله، يبدو انها فرغت او خلصت يعني، فانقطع الاتصال معها تماما. فمن الساعه 6 اول امس لغايه اللحظه هذه لا يوجد اتصال مع الطفله ولا مع الطاقم الطبي. ولما الطفله اتكلمت ما كانش فيه تحديد للموقع اللي هي متواجده فيه. لا، المكان موجود ومعروف. المكان موجود مقابل يعني محطه ثابت للبترول في تل الهوى بالقرب من جامعه الازهر. وسيارات الاسعاف او محاوله الـ 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 الانقاذ ما توجهتش الى هذا المكان؟ توجهت لمكانها. طبعا احنا سيارات الاسعاف لما تتوجه مكان زي هذا لازم ياخذ تنسيق من جيش الاحتلال. بناء على التنسيق اللي حصل عن طريق الصليب الاحمر الفلسطيني، توجه للهلال الاحمر الفلسطيني الى المكان، وبعد كده فقد الاتصال حتى الان مع سياره الاسعاف. يعني سياره الاسعاف حتى اللحظه ما حدش يعرف عنها اي شيء. السياره نفسها يعني مش السياره اللي استهدفت حتى الان الطفل موجوده، يعني منذ اكثر من 60 ساعه موجوده بين الجثث،
في البرد القارس يعني بدون اكل بدون شرب، بين الكلاب الضاله، الكلاب الضاله فيها طبعا في الجثث. فاحنا يعني تواصلنا وناشدنا جميع احرار العالم، ناشدنا رؤساء العالم، ناشدنا ملوك العالم. فانا من يعني من اذاعتكم المغترة يعني انا بناشد مناشده خاصه الى سياده الرئيس حفظه الله عبد الفتاح السيسي، انه يعني يقوم بمساعدتنا لانقاذ هذه الطفله ان بقيت حيه حتى هذه اللحظه. يعني يا سياده الرئيس نحن عائله مكلومه، استشهد منا ست اشخاص باولاده الاربعه محيى من السجل المدني. رجاء يا سياده الرئيس تدخل لنا في هذا الموضوع. يعني ان شاء الله يكون في يعني اي خبر يعني جيد في الساعات القادمه. اللي الواحد بيسمعه ده والله زي الافلام الرعب اللي كنا بنتفرج عليها زمان، لانه مفيش اي عقل بشري سوي يقدر يتخيل انه في دبابات. يعني الطفله اللي كانت بتستغيث بالتليفون انه فجاه في دبابه قدامها هي اللي بتضربها. يعني بيقول لك العربيه وبعدين جات الدبابات اطلقت عليهم الرصاص والذخائر، اللي هو عيلة مكونة من أب وأم وأطفال عادي بيهربوا من مكان لمكان، وده الطبيعي في غزة على مدار ال 120 يوم اللي فاتوا. الناس عمالة تهرب من مكان لمكان لمكان، وفي ناس بيبقى عندها حظ إن هي بتعدي، وفي ناس في وسط عملية الهروب دي بيتم قصفها من قبل جيش الاحتلال. حتى عربية الإسعاف اللي ممكن تتجه لإنقاذ هذه الطفلة أو غيرها من الأطفال ومن مئات الآلاف من الفلسطينيين الموجودين في القطاع المشردين دلوقتي، حتى عربية الإسعاف مطلوب منها إن هي تعمل تنسيق مع جيش الاحتلال اللي هو أصلاً عمل القصف. يعني احنا كأننا بنطلب النجدة من القاتل، يعني ما هو جيش الاحتلال هو اللي بيقتل هؤلاء الأطفال. فالمفروض بقى ان احنا ننسق مع جيش الاحتلال ان هو يسمح لعربيات الإسعاف او عربيات الإنقاذ او ايا كان، الهلال الأحمر، الصليب الأحمر، اي جهة من جهات الإنقاذ، ان هي اللي تعبر الى الطرف الآخر عشان خاطر تنقذ هذه العيلة وغيرها من مئات الآلاف من العائلات. كل المشاهد اللي بتحصل دي بقالنا 120 يوم والعالم كله بيتفرج وبيتابع في صمت. بشكرك طبعا بقى حماده جد طفله هند، وبنتمنى انه خلال الساعات القادمه يكون في اي اخبار يعني جيده عن هذه الطفله العثور عليها، لانه طفله بقى لها 80 ساعه قاعده في وسط جثث، في طفله ماتت قدامها وهي بتصرخ وبتستنجد، لا في اكل ولا في شرب، جو برد جدا، وحال هذه الطفله هند هو حال القطاع كله الحقيقه.